حبايبي، من الموضوعات المهمة جدا واللي بتهم كل طالب بيدرس لغة إنجليزية هو استخدام وان. طبعا وان شكل ما الناس كلها عارفة بتيجي قبل السنجلر ناون، يعني الاسم المفرد. بس المشكلة هنا ان الناس واخدة ان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف ساكن، وان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف متحرك. وهنا لازم اغير الفكرة شوية، ولازم اعرف ان وان بتيجي على حسب الساوند مش على حسب اللتر. يعني عشان احط لازم يكون الاسم بتاعي بادئ بكونسوننت ساوند، يعني صوت ساكن، وعشان احط ان لازم الاسم بتاعي يكون بادئ بفاول ساوند. يعني لما ابص للجملة الاولى بيقول لي سامي از اور ان اونست مان، يعني سامي ده راجل امين. طبعا لما هبص على كلمة honest، لو انا هعمل على اساس الحرف يبقى اذا هي بدأ بحرف H فتاخد هقول لك لا طبعا. هنا انا بعمل على اساس النطق، على اساس الساوند. هنا كلمة اسمها honest، وده صوت متحرك، وطالما هو صوت متحرك فلازم تاخد an، فلازم اقول سامي is an honest man. اما لو شفنا الجملة التانية هلاقيها بدأ بحرف متحرك ولكن الصوت بتاعه مش متحرك، يعني when I go to school I wear، انا برتدي or an uniform. هقول لك لا، هنا هاخد هو الحرف صحيح يو، ولكن صوته هنا مش صوت متحرك، يعني مش ولا ايه ولا لا، صوته uniform. uniform يبقى صوته هنا شكل صوت الواي بالظبط، فبالتالي ياخد so I wear a uniform. اما في الجملة الثالثة ودي ناس كتير بتغلط فيها، بيقول لي my friend sent me a or an sms yesterday، يعني صديقي بعت لي رسالة قصيرة امبارح. طبعا هنا الناس اول ما بتشوف حرف الاس يقول لك الاس ده حرف ساكن، فبالتالي هاخد a واقول a sms. هقول لك لا، sms الكلمة دي بتبدأ بصوت متحرك اللي هو الاه صوت متحرك وليس ساكن، it's a vowel sound، فبالتالي لازم ياخد an sms. تاني لازم ياخد an sms. So my friend sent me an sms yesterday. المثال الاخير بيقول لي I met a or an one-legged man at the park، يعني انا قابلت راجل عنده رجل واحدة في الحديقة. طبعا هنا برضو لما هبص على حرف الاو الناس هتقول ده حرف متحرك، فبالتالي لازم اقول an one-legged man. هقول لك جميل، هو الحرف متحرك لكن الصوت مش صوت متحرك، ده صوت ساكن وده صوت حرف W و فبالتالي لازم ياخد ما ياخدش ان، فلازم اقول I met a one-legged man at the park، يعني انا قابلت راجل عنده رجل واحدة في الحديقة. وهنا لازم نأكد تاني ان وان يا حبايبي ما بعملهاش على اساس الحروف، لا بعملها على اساس sound of letters صوت الحروف. يبقى تاني بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت، خلي بالك صوت ساكن، وان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.